عندما تغلق عليك باب منزلك وتهنأ أنت وأسرتك بجو مليء بالهدوء والطمأنينة، تفكر عندما تنام في أحضان الحياة الرغيدة وغيرك ينام تحت قصف وقذف بالصواريخ، تفكر عندما يلعب أطفالك دون كلل أو ملل بعيدا عن رعب المتفجرات وخطرها، تفكر تفكر ثم تفكر، ليس لمجرد التفكير أو شرود في الذهن، بل لتدرك حجم النعمة التي تحيط بك والتي غمرتك فحرمت التفكير بها لأنها أصبحت عادة ولا تخشى زوالها. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. الأمن والأمان نعمة لا يدركها إلا من فقدها. أخبروا شعوبا حرمت منها أنهم الصابرين الفاقدين، ولعلهم يكونون ممن حرموا منها في الدنيا ليبدل الله خوفهم أمنا يوم القيامة. اللهم أمطر على شعوبك وعبادك أمنا بالقرب منك، فنحن بك أقوى.